وشفنا كتير اثناء المباريات دي محاولات زمايلهم ان هم ينقذوهم بطريقه او باخرى. Смотри, он уже ловит мяч и все равно колено несет. Понимаешь? Он мог просто его поймать, вот и все, и столкнуться, с, даже мог и не столкнуться это с... Это видео нашей камеры, которая была рядом с эпизодом, и мы видим, как быстро среагировали. В первую очередь... Смотри, как Наполеон. Что важно, игроки соперника, футболисты Наполеон, Днепра. Смотри, Наполеон, чтобы люди знали, это Зазуля. Бас للأسف, كتير من المحاولات دي كانت بتبوء بالفشل. وكانت بتحصل الوفاة. طب ليه؟ لانه في الاغلب احنا مش فاهمين يعني ايه بلع لسانه. ناس كتير مننا بتعتقد انه اللسان بيتفك ويروح ملفوف وساقط يسد مجرى الهواء، لكن فعليا القصه مش كده خالص. القصه عشان نفهمها كويس لازم نبقى فاهمين طبيعه مجرى الهواء بتاعنا، وان الهواء لما بيخش جوه الجسم بتاعنا عشان يوصل للرئتين بيعدي من الانف او من الفم، وبعدين ينزل على البلعوم، وبعدين على القصبه الهوائيه، وينزل بعد كده يدخل للرئتين. طب ايه علاقة اللسان بالقصة دي؟ اللسان زيه زي اي عضلة، زي اي عضلة عندنا في الجسم، بيحصل ليها ارتخاء لما الواحد يخش في غيبوبة. يعني ايه؟ يعني اي واحد بيخش في غيبوبة او اغماء عميقة كل عضلات الجسم بتاعته بترتخي بما فيها عضلة اللسان. طب ايه اللي هيحصل يعني؟ تعالوا مع بعض نبص على الفيديو ده عشان نفهمها بالتفصيل. وزي ما احنا شايفين انه اللسان عبارة عن عضلة، لما الجسم بيرتخي اثناء الغيبوبة عضلة اللسان بترتخي، فقاعدة اللسان هي اللي بتنزل تسد مجرى الهواء فتمنع دخول الهواء تماما، وهنا يحصل الاختناق. وهنا المشكلة ان اللسان هو اللي سد مجرى الهواء في حالة ارتخائه. السؤال نتصرف ازاي او ازاي نعيد فتح مجرى الهواء؟ هل بنمد ايدينا نشد اللسان، ولا بنرفع دماغه لفوق، ولا نميله على الجنب، ولا نتصرف ازاي؟ خلي بالك فكرة انك تميله على الجنب ولا ترفع دماغه او تبدأ تهز دماغه فكرة خطيرة، لانه في الاصل هو فقد وعيه لانه اتخبط خبطة جامدة في دماغه. فاوعى تحاول تحرك الدماغ او تحرك الرقبة او العمود الفقري حركة عنيفة، لان ده ممكن يضره ما يفيدوش. امال هنتصرف ازاي؟ تعالوا نتفرج تاني على نفس الفيديو بس نكمله ونشوف اللسان ممكن يترفع ازاي. مجرى الهواء المقفول بقاعدة اللسان نقدر نفتحه بان احنا نحرك الراس بالطريقة دي. ساعتها قاعدة اللسان هتتشد لفوق، مجرى الهواء هيتفتح والهواء يخش ببساطة وما يحصلش الاختناق. طيب نرفع الراس بشكل مظبوط ازاي؟ الطريقة بسيطة جدا، وحركة يا ريت نتعلمها ونعلمها لكل الناس اللي حوالينا. الحركة بمنتهى البساطة، ايد على الجبهة وايد على الدقن. هزق الجبهة وارفع الدقن. خلي بالك الحركة دي لازم تحفظها وتحفظها لغيرك، مش بس عشان اللعيبة اللي بتلعب كورة ولا بتمارس أي رياضة وممكن تتصاب إصابة مباشرة في الدماغ فتفقد الوعي فتبلع لسانها، لأ ده مش بس عشان دول، لكن كمان أي عيان تشوفه فاقد الوعي، أي شخص بيفقد الوعي يغمى عليه في الشارع أو يبقى في غيبوبة، أو حتى المشهد اللي متكرر اللي ساعات كتير بنشوفه، واحد سنه كبير وهو في غيبوبة عميقة في البيت وقاعد وعياله قاعدين حواليه وبيصدر اصوات يقول لك ده بحشرجه الموت، بيحشرج، بيطلع منه صوت ناتج عن انه مجرى الهواء مسدود. فعليا الراجل ده للاسف الشديد بيبقى بيتخنق لانه لسانه عشان هو في حاله غيبوبه بيسد مجرى الهواء. كل المطلوب منك حضرتك ساعتها انك تفتح ليه مجرى الهواء بنفس الطريقه بالظبط. افتكر دايما انه بالحركه البسيطه اللي اتعلمناها النهارده ممكن تبقى سبب في انقاذ حياه بني ادم، وممكن يكتب لك ثواب كبير قوي 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 انك انت احييت بني ادم تاني وساعدته انه يعيش مع حبايبه واسرته وللناس اللي هم عايزينه. ربنا بيقول ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. خليك منهم، خليك من الناس اللي ممكن تساعد في انها تحيي بني ادم. شاير الفيديو ده لكل الناس اللي تعرفهم، كل الناس اللي ممكن يستفيدوا ويتعلموا. وما تنساش كمان اعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك وسبسكرايب على القناة بتاعتنا، وتابعوا حلقاتنا باستمرار. في العضل هدفه انه يفيدك ما يضايقكش ولا يوجعك، ودمتم بخير.